وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الأخيرة، وألوان متنوعة من المصنوعات اليدوية بمجالات مختلفة. هي النسيج يلي لون بازار ألوان سورية، يلي بيدعم مشاريع الهاند ميد الصغيرة، يلي جمع عدد كبير من السيدات والصبايا ليعرضوا حرف ومصنوعات يدوية مشغولة بكل احتراف وجمال ودقة. قديش اليوم مهمة يا نور المعارض والبازارات، قديش ممكن تساعد فعلا كثير من السيدات لحتى يسوقوا لأشغالهم؟ يمكن هي نقطة كتير بنركز عليها هايدي ضمن رحلاتنا الصباحية. كل صحيح. امرأة أو سيدة سورية ضمن الظروف القائمة والظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم نعيشها، عم تعمل مشروعها الخاص، عم نحاول تكون ضمن صباحاتنا اليومية لقد ما فينا نشجعها، لأنه هيدا استثناء ضمن الظروف اللي عم نعيشها. فالنساء السوريات اليوم استغلوا الوقت، عم يكونوا معنا خلال رحلاتنا الصباحية وعم يزينوا صباحاتنا، ومنهم سيدات ألوان سورية. بازار عم يتم باستمرار لكل الصبايا والسيدات اللي عندهم مشاريعهم الخاصة، إن كان أشغال يدوية حرفية، ممكن طبخ، ممكن تطريز، ممكن شغل بشموع، أي شيء ممكن يشتغل بالإيد الست السورية هي مبدعة فيه. والمؤسسة دائما هي شركة صباحاتنا رنا الطباع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي، والله يعطيكم العافية. شكرا لك. بداية خبرينا عن بازار ألوان سورية، شو اللي بيميز هذا البازار؟ اللي بيميز انه كل مرة في تجدد، وفي عم بيصير تحسن وتنوع بالأعمال اليدوية. دائما عنا سيدات جداد، دائما اللي موجودين عم بيطوروا ويقدموا لنا أشياء جديدة خلال كل شهر من السنة. فهذا اللي أكثر شيء عم بيميزون، وعم بيميزون انه شخصيتهم أكثر عم بتصير يعني سعيدين بالمشاركة، سعيدين بتقديم الفن تبعهم، دائماً عم بيشغلوا وقتهم بشي مفيد، مبسوطين إنه عم يتعرفوا على مجتمع حلو، عائلة واحدة دائماً بكررها نحن عائلة. هذا الشيء بيخلق جو كتير حلو، جو عائلي. في عندهم دائماً شو عملتي شيء جديد هالمرة، شو ناوية تساوي، أنا عملت هيك تعي ورجيكي، حسيتي حالك عم تعملي دائماً تتباهي بالشيء اللي انت عم تعمليه خلال الشهر. وهذا اللي بيميزكم يعني ست رنا، دائما بنستضيفكم ودائما في عندكم شيء جديد، ودائما بنلمس هيدا الشغف لما تحكوا عنه من خلال حديثكم، طبقة صوتك قديش فعليا بتحكي بشغف، نظرة عينك قديش بتحكي بمحبة. انتم والصبايا اكيد تحية كلهم يعني لكل صبية مشاركة معكم، عم نشوف تنوع. ولما نقول الست السورية وقلت بالمقدمة قديش فعليا امتازت بإيدها الحرفية، يمكن ما في شيء ما اشتغلت فيه وحاولت فعليا تعمل منه قطعة استثناء، إن كان حرف يدوية، إذا كان صوف، إذا كان خشب، إذا كان شمع، إذا كان إزاز، حتى الطبخ كمان لكم قسم كبير وباع طويل. فخلينا نحكي اليوم معنا قطع متنوعة، ولما نقول ألوان سورية فردنا الألوان كلياتها على الطاولة. خلينا نحكي اليوم شو معنا وشو الشغل هيدا. هلأ معنا كيف ألوان، عم وجيكم كل سيدة لون، كل سيدة شو أتقنت لون، أو حتى في ممكن عائلة مع بعضهم، في شاب أول يعني مشروع مبلشه هلأ. أي شو بدك أحكي لك، بدك تسأليني حكيتي عن شو حابة تحكي، شو حابة تحكي لنا وتخبرينا؟ أول شيء هلأ عنا مثلا هون، هي عم بلشكم من القبل، جبت لكم شغلات خلال سنين أنا استزوقتها لبيتي، أنا حبيت أخذها إلي، وفي شغلات إجتنا هدية هون مثلا أنا كتير حبيتها، هالسجادة الصلاة شوفي قدي أخدي، شوفي القماش المرتب والتطريز قديش حلو، اللون الفضي عم بلش بالقديم، هو سجادة عفوا جلالة شدة مع البيت تبعها بيحطوا شدة، هذا شغل سيدات ضمن سيدة هي مسؤولة عنهم، بيعملوا مثل فتحت لهم باب رزق لهم، بيشتغلوا عايدهم وبيجيهم هالرايع. عندي هالسنية كتير حلوة البيضة والكف، هيدي شافة هاي جديدة حبيتها، لقيت فكرتها حلوة ومهضومة، والألوان الأزرق أنا من يعني وهي ترند كتير يعني هلأ ترند بشكل كبير. وهي اللي تحت السنية ديكوباج، هلا نشوفها شغل الديكوباج. هدول شو من صوت فيهم؟ هدول العلب، هذه هي العلبة، الصورة وين هلا الكاميرا هون، ايه تمام، هي بيعملوا ريزين. اجت ضيفه لعنا على البازار قالت لي بدي اخذ هدايا، اخذتها لعندهم ورحت. وحلو انه تفصيل للاستماع، يعني قديش بتكون مرغوبه اليوم. تمام، فاختارت درجه اللون اللي بتحبها بنتي اسمها هيا وهدتها اياها، كثير حلو. فانا كثير انبسطت انه شغل ناس موجوده عندي. و هي شو اللي بتختلف عن هي؟
هلا هي ديكوباج، في ماده اسمها ديكوباج، هي بظن انه مو راسمتها بايدها، بيحطوا شيء، انا خايفه اكون مخربتها. غششوني. لا بس حلوه كثير. لا بتصور هيك تمام، بس طبعا شغله وعامله الخشب هي اللون مزبطه الالوان بايدها، بظن ضايفه الوان. تمام، انت بتاخذي قطع لك شيء شخصي من الموجودين؟ هدول كلهم لبيتي. حلو. انا جبت لكم اغراض بيتي اللي انا بستزوقها خلال فتره البازارات. تمام. هي تي شيرت مثلا هلا ترند كمان. خلينا نفردها. مبينه؟ افردها كلها. ايه تمام مبينه. هلا هي اخر قطعه جبتها. حبيتها كثير كربوجه طالعه. اوكي؟ هذا شغل ايد كله. هذا تماما. في كمان اخر قطعه العلبه الخشب اللي عليه عيون. هيدا في المحارم ومع هذا الكوستر لكاسة المي. كان في ثانية صغيرة راحت ما لحقتها من بعد. عم نشوف هون كمان الشمع. تمام، هاي السيدة أصلا بتشتغل بروشات الشك مثل ما لك شايفة. عم أجيكم كيف التطور صار عندها، بالإضافة للبروشات عم تعمل قوالب الشموع وبينحط بقلبها الضوء في شمعة. كثير مهضومة يعني. كثير كربوجة كمان أخذتها، وهون بأجواء رمضان مثل تحطي بقلبه شمع هذا الخشب وبيضوي. هون صحون سجاير مرسومه بالايد لعيون صحنين في شمعه مسكره. نحن عم نقول للزينه مو للتدخين، صحون سجاير مشان طول الوقت بنحكي عن التدخين قديش مضر للصحه. ما بعرف الارجيله كمان. الارجيله شغل صبيه عم تشتغل بالستراس. كل شيء بيخطر على بالك. هي نفسها اللي مشتغله هيدا؟ لا كل وحده لحالها. هي صبيه اصغر منها، هون سيده كبيره بالعمر. مو كثير كبيره، حرام ما بدي اظلمها. هي كثير كربوجه بتشتغل اي شيء بيخطر على بالك بتحط له الستراس، اللي بميزها انه كثير دقيقه وبتعمل ما بيصل لهم شيء ابدا. يعني ما بيهروا بيبقوا فترات طويله ابدا، حتى الملقط اذا بتلاحظي عامله ستراس. تمام تمام. خلينا نرجع نحكي شوي عن البازار. عارفين أكثر عن عدد المشاركات، عدد الطاولات، مشاركين هل هنون من محافظات عديدة؟ خلينا نوضح هذا الموضوع. دائما عندي جداد جاي من المحافظات، اللي بيصير إنه بيخبروا بعضهم، يعني عم بيبسطوا بالمشاركة، عم بيكون في دائما حماس عندهم ليوصلوا لعنا. ففي عندي ناس من كل المحافظات تخطر على بالي، مبسوطين كل فترة، أوقات بيغيبوا شوي لحضروا بيرجعوا. في ناس دائمين كل شهر موجودين معنا، دائما عم بيعملوا شيء جديد. هلأ من بينهم البشكير اللي جنب إيديك من محافظة تانية، تصور طرطوس أو لادية. أنا اليوم خربطت، شايفة شو حلو قديش شغل الكروشيه مرتب. تمام، كيف كان الإقبال على البازار؟ كتير حلو. هذا آخر واحد اللي خلص، ضليته ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. قديش في شوب؟ طبعاً تبلش العالم العجقة من بعد المساء السبعة ونص. بعد السبعة وبنهار يعني خفيف. بس مبسوطين إن شاء الله على طول، يعني تبقوا بنفس الهمة وبنفس الطاقة وهيدا الشغف يبقى موجود. نحن عم نحكي عن سيدات سوريات، قلتي خلال حديثك في شاب انضم لكم بشغل. خلينا نحكي شباب. في شاب مثلا معه اخته، هو بيعمل شيء وهي بتعمل شغلات ثانيه، هو اختص بهالقصه هي، حبها لقاها ترند، نزل مثل مشي باربي هلا موضه، كمان عم يعمل طباعه. انبسطت لقيتها فكره حلوه. هي اول مره كل شغل ايد كمان عم نحكي. تمام، هن بيسوون وبيخيطوهم على التيشيرت. تمام. اليوم قديه مهم اذا بدنا نسوق لاي شغل او لاي مشروع صغير لاي هاند ميد نحن نسوق من خلال البازارات؟ اليوم بتلاقي كثير من الصبايا او السيدات ممكن يلجؤوا لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن يلي بيلجؤوا للبازارات بتلاحظي انه لما يجي الشخص بده يشتري فعلا بيشوف القطعه على ارض الواقع، فعلا بتعطيه حقها، فقديش اليوم هذا مهم؟ أكيد مهم. بعدين هندن عم بيعطوا رأيهم مباشر، عم بيقولوا له شو الغلط بالقصة، مثلاً في شيء فيه دفو معين، فيه يا ريت تعملي لي هل بتعملوا الإضافات أوقات قدامه، الإبرة والخيط جنبه، الشك جنبه، لاصق جنبه، شو بتحب دف لك، شو بتحب حط لك اسم، يعني هالشغلة كتير عم تعمل. يعني مثل ما بيقولوا القطعة بتحكي لحالها. أيوة يعني تماما تماما. بس قديش مهم التواصل المباشر مع الناس من خلال البازارات، يعني انت على اطلاع دائم بآراء الناس اليوم حتى الجديد من خلال الميكس اللي بتعملوه من جميع المحافظات، كمان الاختلاط المباشر مع الناس بيعطوكم افكار، بتشوفي يمكن ردة الفعل اللي هي بتكون صح من القلب، قديش عم تعطيكي حماس لانك صح تستمري ضمن البازار، وبنفس الوقت كونه من المستهلك فوق فعلا يعني عم تاخذوا القطعه وعم تبيعوها، كمان في اختصار
عملية البيع وللجزء الربح كمان. هي نقطة كتير مهمة لأنه عم نشوف أرقام خيالية يعني صح. كيف عم يتم تسويق القطعة وكيف عم يتم بيع عبر الإنترنت كمان هي نقطة كتير مهمة اليوم الناس عم توقف عندها. صح. بالنسبة للأسعار في متفاوتة دائما، عندك الغالي وعندك الرخص وعندك الكتير معقول. دائما طبعا هلأ الغلاء بكل الدنيا، فنحن منحاول الأشياء قد ما بنقدر يكون في سعر معقول، بس في أشياء مكلفة أكثر. صحيح. يعني هو الشغل اليدوي كله مكلف جمالا، أنت بكفي تدفع أجرة الإيد كمان التعب اللي تعبان توصل. كلمة أخيرة من حضرتك، لوين حابين توصلوا بالمشروع، مشاريع قادمة؟ والله يعني بدي أقول إنه فرحنا بالإنجاز اللي عم يصير فيهم، دائماً بيحلموا لأكثر ناس تشوفهم أكبر عدد. كم سنة صرتكم هلا؟ كألوان سورية من 2016 بس كبازار عادي سيدات من 2011. تتمني توصلي لوين؟ يعني هيك بتطمحي لون إنه تروحوا بالمحافظات، ممكن تعملوا جولات، ممكن ممكن بلاد العربية إن شاء الله، ممكن عالم كلهم يعرفونا، يعرفوا سيداتنا لأنه عنا كم كبير صار من جميع المحافظات. صحيح. فهالشي كتير بيستحق إنه يطلعوا ويشوفون. تمام. يعني بالختام بدنا نشكر حضرتك ونتمنى لك كل التوفيق. حبيبتي شكرا. أهلا وسهلا فيك أستاذة رنا. شكرا لإلك وتحية لكل أفراد ألوان سورية، تحية لكل السيدات السوريات اللي عندهم مواهب استثنائية عم يستثمروها ضمن الظروف الموجودة وفعليا عم يبهرونا بكل مرة، فموفقين بكل شيء عم تقوموا فيه. شكرا كثير لكم.